بصراحة النهاردة كان في خبر غريب شوية، يعني خبر أنا سمعته يعني استغربته جدا. يعني خرجت علينا بعض إحدى الصحف المغربية كالعادة في الفترة الأخيرة بتنقل، وهي جريدة صباح، بتنقل خبر بيقول إن الكاف أعين أو عين في صدد تعيين الحكم الجنبي بكاري جسامة، طبعا حكم لمباراة النادي الأهلي في الدور قبل النهائي أمام الوداد اللي هتقام إن شاء الله في المغرب على ملعب محمد الخامس في نصف نهائي بطولة أفريقيا. طبعا الصدمة كانت، أو الصدمة بالنسبة لي كان على طول علامة استفهام، يعني علامة استفهام على اسم الحكم دوت لجزئين. الجزء الأولاني إن في كل بطولات العالم على مستوى العالم، إذا كان على المستوى الأوروبي على مستوى الأمريكا على في كل العالم، ما ينفعش إن حكم يحكم لفريقين مباراتين ورا بعض ايا كان على مسابقه واحده او مسابقتين. ده شرع، وما شفناش ابدا في اوروبا ولا اي دوله في العالم ان في حكم بيحكم ماتشين ورا بعض لنفس الفريق. احنا عارفين ان المباراه اللي فاتت او مباراه النادي الاهلي مع صن داونز في اياب طبعا دور الثمانيه اللي فات كان هو الحكم، وتعودنا زي ما قلنا ان الزيتاي هو كان حكم في المباراه اللي فاتت في نفس البطوله، وتعيين الحكم نفسه على نفس المستوى في الدور قبل النهائي. يعني علامة استفهام غريبة جدا جدا، وزي ما بقول لك سهام ده ما بيحصلش في العالم كله. علامة استفهام غريبة اولا انه بيعينوا حكم، يعني عليه اولا علامات استفهام كتيرة جدا من جماهير النادي الاهلي طبعاً. وعنده تاني الحكم كان عنده مشكلة كبيرة جدا، كان مباراة الرجاء في الدور قبل النهائي كان في مشكلة كبيرة حصلت والمباراة وقفت، ويعني كان في مشكلة كبيرة حصلت. طب ازاي بعد المشاكل ديت، اولا مشكلة على مستوى نهائي بطولة افريقيا اللي فاتت، ومشكلة تانية على مستوى ان حكم بيحكم مباراتين ورا بعض في نفس المسابقة لفريق واحد، يعني انا بالنسبه لي علامه استفهام ازاي حكم عليك مشاكل كتير قوي وعليك علامات استفهام من الاهلي جامده جدا. صحيح. لا وبعدين الغريب صحيح. حاجه ثانيه، انت النهارده الاخبار ديت مش يعني هي كلها لحد دلوقتي ما صدرش بيها قرار رسمي، من الكاف بس هي طالعه من جريده مشهوره جدا هناك وكبيره جدا، الصباح دي المغربيه جريده كبيره جدا هناك، زي هنا بنتكلم الاهرام يعني حاجه الصحف المهتمه رياضيا بشكل كبير، صحيفه يعني. كبيره جدا. فانت النهارده لما تقول بكاري جسامه هيحكم في المباراه دي مباراه الاهلي والوداد، فدي يعني ده شيء غريب انه ما طلعش قرار رسمي وجريده كبيره زي دي بتتكلم في الموضوع ده واحنا ما عندناش خبر. الحاجه بقى الاغرب ان النهارده بقى بيطلع او بيتم الاعلان عن اي خبر النهارده، زي مثلا تاجيل مباريات نصف نهائي البطوله رسمي، ده نشر في الصحف المغربيه، الخبر ده صدر الاول من المغرب، بعد كده اتعرف بشكل رسمي. النهارده برضو شيء غريب ومش مقبول وبيثير علامات استفهام كتيره جدا حوالين الكاف، ليه النهارده القرارات دي ما تطلعش منك يا كاف؟ ليه؟ ليه بتطلع من المغرب الاول؟ هي الغريب زي ما انت قلتي صحيح وبعد كده صحيح، ويمكن اتكلمنا يمكن مع احد الضيوف في الحلقه من حلقات الاسبوع اللي فات في البيت الكبير، اعتقد الاستاذ محمد القوسي هو قال علامه استفهام دلوقتي هو في دور مصر في الكاف. هو ازاي دلوقتي حتى الصحف وخاصه الصحف المغربيه بقى ليها السبق انها بتطلع ببعض الاخبار، ومش هنقول اخبار كاذبه ولكن مش هنقول اخبار الاول بتطلع من الكاف، لا ده اخبار بالاول بتترمي على السوشيال ميديا بيتقال ان قبليها مثلا باسبوع او 10 ايام ده في تاجيل، الاتحاد المغربي بيطلب تاجيل، وبالتالي بنلاقي الموضوع لا فعلا الكلام ده حقيقي. يعني احنا وبعدين بتعلن عن الخبر قبليه بشهر انت المفروض احنا متعودين انه قصه الحكام دي بيعلن عنها قبلها بأسبوعين. مثلا باسبوعين صحيح. صحيح صحيح، لكن قبل بشهر ده برضو نقطه غريبه جدا، نقطه غريبه لان كمان ما ينفعش تعلن عن حكم دلوقتي ناقص على الماتش تقريبا شهر، بتتكلم على يوم 16 و17 اكتوبر ناقص شهر، فانت متعود تعلن قبلها باسبوعين، وبعض الناس كان بينتقد لا ما تعلنش قبل